إذن مشاهدينا، بعدما برزت سمة الاستقرار الأمني على الساحة العراقية، اليوم صارت تأتي تصريحات من هنا وهناك للتلاعب بأمن المناطق المحررة على احتساب هذا النصر إلى جعبتها، وكل يبحث عن مصالحه الشخصية. فالتصريحات المستفزة الأخيرة حول جرف النصر بإعادة النازحين الذين تحوم حولهم شبهات مشاركتهم مع عناصر داعش، استخدمها البعض حجة بغطاء إنساني لعودة الإرهاب وتنشيط الخلايا النائمة، والأهم من ذلك استبعاد الحشد الشعبي عنها. لكن الخبراء والمتابعين استبعدوا ذلك لما لبقاء الحشد على أرضها ضرورة كبيرة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وفي ظل توثيق الدفاع المدني وجود أكثر من 2500 مبنى آيل للسقوط في بغداد وبقية المحافظات، فأن انهيار المباني بات آلة جديدة للموت وتهديدا حقيقيا لحياة العراقيين. تحذيرات متواصلة من مباني حكومية وأهلية غير مطابقة للمعايير الهندسية الأصولية، لا شروط سلامة ولا متانة ترفع من احتمالات الانهيار ومأساة التكرار التي تفاقمت مع متغيرات النظم السياسية والأمنية والاجتماعية وظهور عامل الفساد في منح الإجازات. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، الخلافات السياسية التي هزت البيت السياسي السني في المرحلة الحالية يراها المراقبون بالسبب للاندفاع حول استخدام نازحي جرف النصر لإعادة الثقة في عمل الأقطاب السياسية المتصارعة بينها. ومن جانب آخر يرون أن إعادة خلايا الإرهاب إلى جرف النصر وراءها مكاسب سياسية ومصالح حزبية. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. يبدو استقرار أمن المنطقة والتعايش السلمي في البلاد لا يروق لبعض الجهات التي تعتاش على خلق الفوضى وحالات الإرباك بين الحين والآخر. تصريحات انبثقت قبيل أيام حول منطقة جرف النصر باستخدام ورقة إعادة النازحين لها ذريعة لعودة الإرهاب وإخراج الحشد الشعبي المتعاون مع القوات الأمنية من أرضها، بالوقت الذي يرى المتابعون أن هذه التصريحات ما هي إلا تسويقا سياسيا على حساب أمن المنطقة، خصوصا بعد الشرخ الذي حدث في البيت السني بين قياداته. فالتنسيق العالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي الماسكة لأرض جرف النصر المتربصة للإرهاب قضت مضجع الأطراف السياسية التي تريد احتساب تحرير جرف النصر إلى خانتها. هذا ما جاءت به تفاسير الخبراء الأمنيين، وفي ذات الوقت يرون أن تحقيق ذلك محالا لما ضحى أبناء الحشد الشعبي من دماء لتحريرها من تحت وطأة داعش، بل يصرحون بضرورة تسمرهم هناك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها التي تشهد خروقات بين مدد زمنية متباينة. أما تصدير الخلافات والصراعات السياسية إلى المناطق المستقرة والتلاعب بأمنها أمر يرفضه قاطني تلك المناطق والأوساط السياسية، كونها تعيد المشاهد الدموية والقتل والتخريب إلى البلد بعودة الإرهاب تحت مسميات مختلفة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت الصورة من بغداد، الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني. أهلا بك سيد عدنان ضيفا كريما، وكذلك الترحيب برئيس مركز الخبراء أو اتحاد الخبراء استراتيجيين السيد صباح زنقان. أهلا بكم سيد صباح، وأبدأ معك أستاذ عدنان، شنو الموضوع بجرف النصر وهناك تهديدات بعودة الإرهاب أو مخاطر أو تصريحات مثيرة حاليا في ظل وجود نازحين حتى الآن لم يعودوا إلى مناطقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جمهورك الكريم، حيا الله كادر قناة الأيام المحترمة، حيا الله ضيفك الكريم الأخ العزيز الصباح. الحقيقة هناك سؤالين مهمة، يعني لماذا في هذا التوقيت يطالبون وهنالك تعالت بعض الأصوات للمطالبة بإعادة النازحين ومن هم النازحين؟ يعني السؤالين هذه تحتاج إلى التركيز، من هم النازحين؟ وهل هنالك نازحين فقط في جرف الصخر ولماذا في هذا التوقيت؟ يعني أعتقد جملة مفاهيم اليوم يفترض أن نستوقف يمها، وبالتالي يفترض أن نحللها واحدة واحدة. يعني الأول، هناك من يتحدث على أن هنالك أزمة بين المكون السني، وبالتالي يحاولون تصدير الأزمة واختلاق مشكلة جديدة لغرض لفت انتباه وتحويل مسار الأزمات في المكون وحتى تحديدا في محافظة الأنبار
وخصوصا ان هنالك صراع بين قطبين اساسيه في محافظه الانبار، وبالتالي احدهما يطالب بجرف الصخر وعوده النازحين او ما يسمى النازحين في جرف الصخر، ونسوا ان هنالك اموال صرفت لنازحين في الانبار اللي هم متواجدين بها وفي صلاح الدين وفي نينوى، وهذه الاموال سرقت من بعض الشخصيات المعروفه لديهم. ثم جرف الصخر خاصره، وخاصره مهمه جدا من الناحيه الامنيه، وهنالك مشاكل كبيره. بالمناسبه جرف الصخر تبعد عن بغداد جنوبا 60 كيلومتر، وجرف الصخر هي منطقه زراعيه ذات طبيعه عشائريه، يعني تقريبا مساحتها بحدود 50 كيلومتر، وعدد نفوسها ما يقارب 40,000 نسمه. طيب. والاحصائيات الامنيه تشير على ان هنالك 1600 ارهابي مسجل رسميا من جرف الصخر اشتركوا بالعمليات الاجراميه، وهنالك عجلات مفخخه صدرت من جرف الصخر وفخخت في جرف الصخر، والان هي جرف النصر، بوابه النصر، هذا القضاء او هذه الناحيه التي استرخص لها ابناء العراق دمائهم كي يحرروها من دنس داعش الارهابي. فبالتالي كان هنالك معامل تفخيخ، صدرت عجلات مفخخه، واخطر هذه المواقف واخطر عمليه تفخيخ تم تفخيخها في الفضيليه في جرف الصخر، وتحولت الى قضاء المسيب، واكثر من 1500 شهيد بين امراه وطفل وشاب وصبي ورجل كبير السن. فبالتالي يعني عمليات اجراميه كثيره في جرف الصخر، وكان تحريرها تحرير ونصر كبير على يد الابطال الغياره العراقيين. لذلك انه بعض الشخصيات تستهدف جهة معينة، وهنالك من يعتقد أن عملية الاستهداف هي مقصود بها بأبطال الحج الشعبي، على اعتبار أن القطاعات الماسكة في جرف النصر هم أبطال الحج الشعبي لضرورة وجودهم بها، لأنه من 2005 وال 2006 وال 2007 صدرت مفارز، كان هنالك مفارز من جرف الصخر تحولت باتجاه اللطيفية وباتجاه المحمودية وباتجاه الوسفية، وقامت بقتل وخطف كثير من الشباب الذاهبين الى مناطق سكنهم والعسكريين المجازين والذاهبين الى اداء الزيارات المقدسه في المحافظتين المقدستين النجف الاشرف وكربع المقدسه. فبالتالي يبدو انه هنالك من يحاول اعاده الهراب بوجه اخر، وهنالك من يحاول تصدير نفسه كزعيم لعصابات اجراميه قتلت واستهانت بدماء العراقيين. نرحب بك مرة أخرى سيد صباح، برأيك ما مدى الجانب السياسي في قضية النازحين خصوصا في منطقة جرف النصر، وما مدى إمكانية استغلال هذا الملف من الجانب السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار وإلى ضيفك الكريم الأستاذ عدنان وإلى جميع متابعيكم. يعني أنا لا أدري لماذا هذا الهوس السياسي، خاصة في شهر رمضان عندما يشاهدون أن المواطن كلما يكون قريب من الله سبحانه وتعالى عبر صيامه يبعدوه بركلة جزاء بعيد عن الأهداف الذي هو انطلق منه، ويحاولون عبر تصريحات مستفزة من هنا وهناك إيقاظ مشاعر قديمة وإنهاء المشاعر الجديدة التي أصبحت المواطن منه هو يتوجه إلى الله، ومنه أنه يتفائل بالأمل وهو يغلي عبر ارتفاع الأسعار والمشاكل اليومية التي لديه والمشاكل خوفه من زلازل مرتقبة وهذا التطرف المناخي الكبير، أي أيام برودة وأيام حرارة وأيام ثلوج وأيام أمطار ورمال ولا وغيرها، يحاولون دائما استفزاز المواطن في أوقات عصيبة. المواطن اليوم انقسم إلى قسمين، قسم يقول أنا لا يهمني ما يقال لأنني بدأت يعني أنظر إلى الأمل كأمل ليس إلا يعني، أما الطرف الآخر يقول لا، أنه هذه الأمور هي مستفزة لمشاعر كثير من المواطنين. إذا كانت القضية نقرأها على الجانب السياسي يمكن أن نقرأها بأنها جزء من دعاية انتخابية مبكرة، وإذا قرأناها على الجانب الإنساني فهي إهانة لدماء الشهداء التي أريقت في تلك المناطق للحيلولة دون إبقاء داعش ودون أن تكون داعش غدة سرطانية في تلك المنطقة، بل وإعادة الناس الذين كانوا مع الدواعش، والأخطر من ذلك هو إعطاء حقوق للدواعش الذين قتلوا بعنوان مغيبين. أنا اليوم لا أتحدث عن المغيب الحقيقي الذي لا يعلم ما إذا كان ذهب مع الأحداث أو أنه في قعر السجون، ولكن أتحدث عن تحريف الأسماء عندما يأتون بأسماء إرهابيين ويحاولون زجهم في قوائم الشهداء. اليوم لا يريدون أن يعبدوا إلى الأخطر، أن يأتوا بالإرهابيين ويعيدوهم إلى تلك المناطق. لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن
جاءت هناك وجهة نظر حكومية وقال لا بأس عفى الله عما سلف ليأتي الإرهابي ويسكن، وهذا شيء مستبعد طبعا، ولكن فرض المحال ليس بمحال. هل أن الأطر العشائرية عندنا في العراق يعني يسمح بهذا الأمر، أم أن غليان الثأر هو شيء صعب جدا أن ترى قاتل أبيك وقاتل أخيك أمامك وهو ويصبح جارك من دون أن توجه إليه رصاصة أو دون أن تشفي لديه؟ لا سيصبح هذا تسمح لك، هذه مشكلة تعتبر أن اليوم لا يمنع إعادة نازح إلى مناطق سكنة، لكن اكو حل ممكن ان يكون بإعادة هؤلاء النازحين مع الحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة في نعم منطقة جرف النصر تحديدا. نعم نعم، هناك عملية توطين المواطنين، يعني هسه كثير من النازحين الذين ذهبوا من الأنبار إلى أربيل الآن توطنوا هناك وأصبح القرار عندهم، ثم عندما يعني أصبحت مناطق أنبار آمنة ما عادوا يعودون إلى تلك المناطق، وكذلك الذين هربوا من جنوب الموصل والمناطق الأخرى وجاءوا سكنوا في بغداد وكربلاء اليوم أصبحوا كجزء من الماضي، يعني يتحدثون عن حياة جديدة ويعني تبدل. هو يقول أنا نازح منذ عام 2007 إلى حد الآن أو نازح منذ عام 2014، إذا تحدثنا عن 3-4 سنوات ممكن الإنسان أن يغير مكانه ويبقى يستقر في ذلك المكان، لا تحدث عن 15 عام أو 13 عام. بالتالي اليوم عندما تأتي بعض الجهات السياسية وتريد أن تنظر بين قوسين فقط تنظير في هذا المجال لأغراض سياسية ولأغراض فقط يريد أن يقول أنا أتحدث إذن أنا موجود، هذه ستسبب مشكلة، وخاصة عندما تأتي إلى الشخص الذي استوطن في تلك المنطقة ووطن نفسه على العيش ووطن أولاده على المعيشة في ذلك الواقع الجديد، تأتي بعض المغريات وتقول له سنعيد إليك أراضيك وسنعطيك كذا من الأموال. طيب. هذه المغريات هي التي ستدفع بالمواطن بأنه يرجع وأنه ربما تسبب مشاكل، يعني حتى إذا قرينا البيان سماحة السيد مقتدى الصدر عندما أعطى 3 جهات، قسم منهم القتلة والسفاحين وقسم منهم المواطنين اعتيادين لم تكن لديهم مشكلة، والقسم الآخر هذه نقطة مهمة خليني أرجع بها إلى سيد عدنان. شلون نقدر نفرز ما بين من تورط بالدم العراقي، من انتمى إلى عصابات داعش أو ساندها، وبين المواطن العادي النازح اللي هرب من ويل الإرهاب ولديه يعني الرغبة ولديه الحق بالعودة الطوعية إلى مناطق الأصلية كجرف النصر؟ شوف عيني أستاذ بشار، الأجهزة الأمنية العراقية التي عملت في المحافظات التي احتلها داعش الإرهابي ومن خلال المصادر والمتعاونين والملقى القبض عليهم أصبحت لديها قاعدة بيانات كبيرة جدا في جهاز المخابرات الوطني العراقي، قاعدة بيانات كبيرة، وفي جهاز الأمن الوطني كذلك قاعدة بيانات، وأيضا في الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع العراقية والاستخبارات ومنكبة الإرهاب الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع والاستخبارات ومنكبة الإرهاب في وزارة الداخلية، توحدت هذه البيانات المتواجدة لهذه الأجهزة الأمنية في قاعدة بيانات واحدة، بالتالي بإمكان هذه الأجهزة الأمنية تدقيق البيانات المطلوبين المتوفر لديها في قاعدة البيانات ومعرفة النازح الحقيقي من الإرهاب الذي هرب لكي يحول يعني عمليات القتل المبرمج على الشعب العراقي في أماكن أخرى خارج مناطق سكنة، فأعتقد يعني أو ربما هرب يعني من مطاردة الأجهزة الأمنية، فبالتالي تدقق في قاعدة البيانات من المطلوب ومن المشترك في العمليات الإجرامية ومن لديه مؤشرات عليه مؤشرات أمنية ومن كان يؤمن دعم لوجستي أو دعم مالي أو دعم معلوماتي استخباراتي للدواعش والإرهابيين، وبالتالي تصفية وتنقية العراقيين، طبعا العراقيين أنقياء بجميعهم، لا نتحدث ولا نتهم العراقيين، لكن هنالك من باع ضميره للشيطان وهنالك من تعاون مع الإرهاب وهذا حتى خرج عن سيد عدنان الإنسانية. إذا تسمح لي تذكرت بداية حديثك أن هناك سؤالين من عندهم، من هم النازحين؟ هم المفروض أهالي هذه المناطق، أهالي جرف النصر، لو أكو غيرهم يراد زجهم في هذه المناطق وليش انتهت قضية النازحين مثلا عادوا إلى الكثير من المناطق المحررة وجرف النصر حتى الآن لم يحسم موضوعها؟ شوف عزيزي، ملف جرف الصخر وبوابة النصر أو جرف النصر يعني هذا الملف شائك وملف مهم جدا، لأنه من ناحية الجغرافية تشكل أشبه بقوس سهم في الفرات الأوسط، على اعتبار هنالك ارتباطات وهنالك امتداد عملية الفلوجة والفلوجة وهنالك ارتباط أيضا وعمق لمحافظة الأنبار وصحراء الأنبار، وأيضا هنالك نوايا
معروفة لدى الأجهزة الأمنية على أنه الحدود العراقية السورية وخصوصا من جهة الجانب السوري شرق الفرات والباغوس والحسكة هذه مناطق ساخنة ويوجد بها كثير من الخلايا النائمة وإرهابيين متواجدين كاحتياطي لدى القوات الأمريكية على اعتبار من صنع داعش الإرهابي هم الأمريكان ومن يتحكم بهم وينقلهم ويحول ساحات عملياتهم هي الإدارة الأمريكية والسي آي اي. فبالتالي هنالك نوايا وتصريح سيد وزير الدفاع الأمريكي بالعلن في محافظة أنبار على أنه داعش إرهابي ربما سيعود من جديد وحدد ليس ربما وإنما هنالك معلومات تشير حسب الدعاء على أنه داعش سيعود من جديد. هذه يبدو أن هنالك نوايا للسي آي الأمريكي إعادة المنطقة وإرهاب المنطقة من ناحية الأمنية وجعلها منطقة ساخنة لتصفية بعض الحسابات ربما. فأعتقد يعني هذه الخاصرة المهمة جدا ربما تشكل خطر وعزل على المحافظات الفرات الأوسط عن بغداد. وبالتالي أربع أماكن في بغداد ممكن أن تشكل خطر كبير، يعني نتحدث عن جرف الصخر جرف النصر ونتحدث عن قضاء الطارمية ونتحدث عن مناطق شمال الرصافة وتحديدا ضمن مناطق جميرة ونتحدث أيضا في جنوب الرصافة في منطقة المدائن وتحديدا منطقة البحيرات. هذه المناطق التي هي الآن آمنة نوعا ما فهو في سبات ربما، قضاء الطارمية يشهد بين الحين والآخر بعض العمليات الجرامية، لكن إذا تحدثنا عن شمال الرصافة وجنوب الرصافة حاليا آمنة ومن فترة تقريبا، لكنها آمنة تماما أو ربما في سبات. أنا شخصيا أقول أنه ربما في سبات في الوقت الحاضر، وربما هنالك مؤشر قد يعيدها أن تكون يجعلها ساخنة وساخنة بمستوى عالي جدا. طيب في سبات يعني أكو احتمال وجود مخاطر بإيقاظ هذه الخلايا التي هي في سبات حاليا في هذه المناطق بمحفز قد يكون سياسي أو أمني؟ طبعا بالحسابات الاستراتيجية الأمنية لا يوجد أمن مطلق، يعني على الأجهزة الأمنية أن تبقى في يقظة مستمرة حتى إن كان الوضع الأمني ظاهريا يعطيها انطباع وتصور على أنه آمن بشكل كبير، لكنه إذا خبلت الأجهزة الأمنية واعتقدت أن الوضع آمن بشكل تام فربما ستأتيها الضربة من حيث الأمن. فعلى الأجهزة الأمنية وعلى الأجهزة الاستخباراتية أن تبقى متيقظة ولا تجعل ولا تعتقد ولا تحسب في حساباتها أن الوضع آمن، بل دائما تجعل هنالك احتمال أن ينفجر الوضع في أي لحظة. وبالتالي طيب. عملها الأمني وعملها الاستخباري والتقصي عن الحقائق والبحث عن المطلوبين ومطاردة من لديه أفكار أو ربما يحاول بطريقة أخرى تجنيد أو إعادة استنهاض الخلايا الإجرامية أن يبقى مطارد تحت طائلة القانون وفي قبضة الأجهزة الأمنية. سيد صباح، إيش معنى خبيث الخنجر هو من يثير هذا الموضوع دون القيادات السنية الأخرى؟ لماذا دائما خميس الخنجر من يثير موضوع جرف النصر تحديدا؟ يعني هو اليوم وقع في مسألة فراغ المنجز، يعني اليوم عندما نشاهد البوصلة السنية في المناطق الغربية تتجه صوب سيد الحلبوسي وأخرى تتجه صوب شخصيات أخرى، هو وجد نفسه أنه لا توجد هناك بوصلة أو مؤشر تشير إليه، فلا بد أنه يعيد تاريخه الذي كان في عام 2004 و2005 و2006 عندما كان في عمان، وبعد ذلك يعني عندما أصبحت خلاف بينه وبين القوى الشيعية وغادر إلى وبقى واستقر في عمان، وقبل أن يعود أو ترجعه القوى الشيعية مرة أخرى إلى في ظل عملية سياسية بعد أن كان يتهم بأنه هو خنجر في خاصر العملية السياسية والأمنية في العراق، اليوم أصبح البعض يوصفه بأنه هو صمام الأمان للعملية السياسية. وهذا شيء مؤسف أنك اليوم تجد رجل ساعة يؤقر وساعة يعني يهان بعبارات من هنا وهناك، وهذا طبعا نابع نتيجة اختلاف المزاج السياسي ما بين القوى، وكذلك هو أنه يريد أن يصنع من نفسه شخصية جدلية يحاول دائما أنه يثير بواطن الأمور. على سبيل المثال عندما يتحدث عن إعادة النازحين، المؤشرات تقول أن نسبة القتل الذين كانوا في يعني مع الدواعش بشكل مباشر من تلك المناطق في مناطق جرف الصخر وجرف النصر كانوا 5%، البقية الأخرى كانوا من المتورطين، والبقية الأخرى كانوا من الخائفين الذين خرجوا من المنطقة. القوات الأمنية اليوم بيدها قوائم فيها صور وفيديوهات ومستمسكات ولقطات وأي شيء موجود عندهم، هم يفرزون هذه الفئات الإرهابيين
أو الذين أعاونوا الإرهابيين أو الذين خافوا وانضموا منهم، وكذلك الذين هربوا من نتيجة التصفيات خوفا من الإرهابيين، بل الذين هربوا نتيجة تخوفهم من التصفيات الطائفية التي ستحصل. طيب. بالنتيجة المنطقة فرغت، هو أراد أن يتجه وأراد أن يشكل له قوة مرة أخرى، لأن السيد الحلبوسي قبل مدة أراد أن يظهر يعني اهتمامه بالقوة السنية وتحدث عن 20,000 مغيب، وبعد ذلك هجم من قبل بعض القوى السنية. اليوم الخبيث الخنجر يريد لا أن يتحدث عن المغيبين في جرف النصر وإعادة المغيبين. هنا المشكلة، أنك عندما تتحدث عن المغيب أو عفوا تتحدث عن المهجر، إعادة المهجرين، تتحدث عن المهجر، المهجرون تقع يعني هذه الأصناف التي ذكرتها في بداية كلامي كلهم يدخلوا في هذا الإطار، أنه هو من هاجر، هو من كان مع الإرهاب، بعض منهم كانوا ضحية للإرهابيين واندمجوا معهم، بعض منهم هم قتلوا على يد الإرهابيين وذويهم هربوا، بالتالي يجب أن تكون هناك فرز لهذه العملية. الخميس الخنجر اليوم يريد أن يعيد أمجاده مرة أخرى بهذه الأمور. وبالمناسبة حتى نكون واقعيين، طيب. واقعيين جدا، وحتى لا نتحمل، اليوم إذا تحدثنا عن خميس الخنجر بأنه إرهابي، غدا ستجد في أحضان القوى السياسية ويقول الأخ خميس الخنجر. طيب. اليوم اليوم موجود تحالف إدارة الدولة من هذه العبارة رجاء، يعني سيد صباح حتى لا يستقطع كلامي، اسمح لا لا تسمح لنفس كلامك، نفس كلامك أخرى. سيد صباح نفس كلامك، اليوم هناك تحالف إدارة الدولة، إذا تسمح لي أنا ما قاطعك، يمكن أن نشهد تسوية، نعم ممكن أن نشهد تسوية سياسية في ظل وجود تحالف إدارة الدولة لحل هذا الموضوع. أقبح تسوية سياسية تكون على أساس الدماء، أقبح يعني تسويات سياسية تكون على حساب الدم. اليوم المواطن من يتعب يكبر ابنه، يتعب لحد ما يوصله إلى عمر معين وينهار ويقتل، بعدين يعوض عن الدم بمال، ثم يقال تسوية سياسية. أي تسوية سياسية؟ نعم. أخي أنتم ضعوا القطار على السكة وتحدثوا بوضوح. أنا أتحدث عن القوى كلهم، إذا كان القوى الشيعية أو القوى الكردية أو السنية كلهم، لماذا لا تسمون الأمور بمسمياتها؟ عندما تفرز صديق من العدو، أفرز وقل له بأن فلان عدوي، لا أن تقولون أنت اليوم يتحدثون. لسنوات طويلة كان المحللين السياسيين عبر الفضائيات يقولون بأن خميس الخنجر مجرم مجرم مجرم. في ليلة وضحاها عندما جاء خميس الخنجر وجلس مع القوى السياسية تحول إلى صمام أمان. أي أعجب هذه المساومات السياسية؟ اليوم ليس أنا ولا أنت كإعلامي ولا ضيفك العزيز ولا أي أحد هو مدعو بأن يقول أو يضع نفسه في خانة الاتهام بعد أن يحتضن السياسيين. اليوم القوى السياسية هي مدعوة لأن تفرز الصديق من العدو، لا أن يدخلنا في هذه المناكفات التي لا نعلم رأسها من رجليها. القوى السياسية اليوم هي مدعوة إلا أنها تضع النقاط على الحروف الغير المنقطة ويقولون بشكل واضح من هو الصديق ومن هو العدو. عندما تشتبه الأمور علينا نكون كبني إسرائيل، إن عندما نقول أن البقرة تشابه علينا، إن اليوم أن البشرة تشابه علينا. القوى السياسية ما عاد يعرفون ماذا يريدون، بأي تصريح بأي كذا يحصل، تنقلب الأمة فجأة، ينقلب الصديق إلى عدو وبعد ذلك ينقلب العدو إلى صديق. اليوم يا أخي العزيز يا أستاذ بشار وكذلك ضيوفك الكرام وضيفك الكريم ومشاهديكم، اليوم إذا لم تكن هناك نوضح الواضحات فالآخر يأتي ويحاول أنه يبهم المبهمات، بالتالي نقع في الفوضى ونقع في انعدام الرؤية السياسية ولا نستطيع أن نحلل بشكل واضح الأحداث، ما إذا كان من نتحدث عنه هو فعلا صديق أم هو فعلا عدو. طيب أعود لك يا سيد عدنان، بالمقابل أكو نازحين هم بحاجة لأن يعودوا إلى مناطق سكناهم في ظل يعني البقاء والحفاظ على الوضع الأمني المستقر نسبيا أو في حالة السبات كما ذكرت، لكن شلون تحل قضية جرف النصر تحديدا وإعادة النازحين يعني من الجانب الأمني شلون تنحل، ومن الجانب الإنساني كذلك أو حتى السياسي، النازح أو المواطن هو بحال يعني بحاجة إلى حل وإعادته إلى مناطقه. أحسن أستاذ بشار، كل عراقي واجب الحكومة العراقية أن تهيئ له وسائل الأمان والراحة وبالتالي تحمي حقوقه، وأيضا لديه حقوق وعليه واجبات، فبالتالي تعطيه الدولة حقوقه وتطالبه بواجباته، ومسؤولية الحكومة هي المحافظة على حقوق العراقيين. كذلك في قضاء جرف النصر، هذا القضاء الأبي، القضاء التي قدمت تضحيات أبناء القوات المسلحة من أجل إعادته وتحريره من دنس داعش الإرهابي،
اليوم واجبهم كعراقيون وكأجهزة أمنية المحافظة على الأمن والاستقرار بغض النظر عن المكونات. طبعا هنالك مكونات من الجيش العراقي والشرطة العراقية وكذلك قوات الحشد وجميعها منطوية تحت مظلة القائد العام، يعني قوات رسمية عراقية واجبها المحافظة على الأمن والاستقرار. لكن مطالبات إعادة النازحين الغرفة تزامنت مع مطالبات بإخراج الحشد من هذه المناطق. أستاذ بشار، أنا تحدثت قبل قليل قلت أنه المستهدف في جرف الصخر أو جرف النصر هي قوات الحشد ومستهدفة من جهة معينة، واضح أنه هذه الجهة هي عداها للعراق بالعلن ليس بالسر يعني. فبالتالي كل أبناء العراق البرر الذين ساهموا من أجل محافظة على الأمن والاستقرار واسترخصوا دماءهم من أجل العراق مستهدفين من جهات كانت تتعامل مع الإرهاب بالعلن ودعمت الإرهاب وقدمت الكثير من الدعم المالي والدعم اللوجستي والدعم المعلوماتي والدعم الاستخباري والمضافات والملاذات الآمنة للإرهاب من أجل أن يقتل العراقيين. فبالتالي اليوم الصفحة الثانية من المعركة، انتصرنا على داعش، والآخر اليوم داعش السياسي هو بدأ يتحرك ويعيد الكرة على الأجهزة الأمنية التي قاتلت أستاذ صباح يعني يجب إعادة هؤلاء النازحين أو حل موضوع النازحين وموضوع جرف النصر دون يعني افساح المجال لاستثمار واستغلال هذا الموضوع سياسيا من قبل بعض الاطراف. عفوا لي السؤال. نعم لكم سيد عدنان. يعني استاذ بشار، وانا تحدثت قلت يعني الكره مره اخرى اقول انه الاسلام السياسي بدا يعمل بالصفحه الثانيه من معركه داعش الارهابي. نعم. وبالتالي يبدو انها القوه التي حررت العراق من داعش هي المستهدفه بغض النظر عن مسمياتها. أنا قلت أنه ما موجود في جرف النصر هي قوات تابعة للجيش العراقي وقوات تابعة لوزارة الداخلية وكذلك قوات تابعة لقوات الحج الشعبي البطلة. فبالتالي هذه القوات الثلاثة أو الأجهزة الأمنية أو الصنوف الثلاثة هي منطوية تحت مظلة القائد العام، يعني قوات رسمية عراقية مسجلة لدى القائد العام ولديها تمثيل رسمي وتستلم الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة المتمثلة بالحكومة العراقية. فبالتالي الإرهاب مستهدف تحديدا قوات الحشد التي شكلت بفتوى المرجعية الشريفة وكان لها دور كبير جدا في مقارعة ومقاتلة داعش الإرهابي. فأعتقد يعني المستهدف هي قوات الحشد بالدرجة الأولى، ثم كلمة حق إيراد بها باطل. وعلى الحكومة العراقية نتحدث الصفحة الثانية، هي تهيئة وعزل الإرهابيين القتلة المجرمين الذين ساهموا بقتل العراقي و سفك الدماء العراقية وبين المغرر بهم وبين الضحايا. إذن في هذه الحالة يعني هناك مخاوف من سيد صباح والكثير من المراقبين أن يكون هناك حل سياسي لكن على حساب الأمن ودماء الشهداء، ممكن أن يكون هكذا حل؟ والله سيد بشار احنا اليوم ما نقدر نستغرب أي شيء لأنه الأمور بدأت تتحرك باتجاهات متموجة. يعني اليوم العدو في ليلة ما في لحظة ما يتحول إلى صديق، والصديق والحليف يتحول العكس. وبالتالي هي السياسة لا عدو ثابت ولا حليف ثابت، بل هنالك مصالح ثابتة. فأعتقد يعني المصالح هي التي تحكم. ربما بعض الأحزاب السياسية وبعض الجهات التي لديها نفوذ وسيطرة تحاول بطريقة أو أخرى تساوم على حساب دماء العراقيين كي تجمع أكثر حلفاء، وبالتالي ممكن أن تكون مركز الثقل الأكبر كي تقوم بتشكيل الحكومة أو ربما التلاعب بالقرارات او تسيير القرارات حسب ما تشتهي. فاعتقد يعني بحساباتي اليوم لا شيء غريب ولا شيء مستبعد. واضح سيد عدنان، شكرا جزيلا لكم الخبير الامني الاستاذ عدنان كناني، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الاستاذ صباح زنقنا، شكرا لك. اذا مشاهدينا ننتقل الى ملفنا الاخر من الحصاد وابرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا بصوت وصورة بغداد من إعلام مديرية الدفاع المدني سيادة المقدم حسام المولى. أهلا بكم سيادة المقدم ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. وبداية نود أن نتحدث عن إحصاءاتكم في الدفاع المدني، أشارت إلى 2500 مبنى في العاصمة بغداد وباقي المحافظات آيلة للسقوط، يعني هل هي مباني جديدة أم قديمة سيادة المقدم؟ في البدء تحية طيبة لك ولكل مشاهديكم الكرام ورمضان كريم عليكم وعلى جميع العراقيين والأمة الإسلامية أجمع. شكرا لحضرتكم. مديرية الدفاع المدني باعتبارها هي المستجيب الأول لكل الحوادث التي تحصل في بغداد والمحافظات، ومثل ما أشرت أنه مديرية الدفاع المدني أحصت أكثر من 2517 مبنى آيل للسقوط في بغداد والمحافظات حسب الإحصائية اللي تم إصدارها من قبل مديرية الدفاع المدني واللجان الخاصة بالدفاع المدني اللي كانت تنسيقها مع الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات، تم تسجيل هذا العدد. وهذا العدد صراحة هو كان في نهاية العام الماضي سجلنا هذا الشيء، لكن احنا في بداية هذه السنة اكو بعض المباني، لكن احنا هم تم تدوين هذه الإحصائيات ضمن الإجراءات الخاصة بالدفاع المدني. باعتبار اليوم احنا مدير الدفاع المدني اليوم خلال 24 ساعة الماضية اللي حصل حادثين انهيار اللي في بغداد وفي محافظة الأنبار في الرمادي، انهيار السقوف التي تم تشييد مباني، هذه المباني مول في بغداد ومول كذلك في الرمادي، انهيار هذه السقوف نتيجة الأخطاء في البناء والأخطاء الهندسية اللي كان انقاذ فرق الدفاع المدني انقذت 8 عمال في بغداد، والحمد لله كانت فرق الدفاع المدني سريعة هرعت إلى موقع الحادث وقامت برفع هذه القوالب الخشبي والحديد اللي كان نتيجة الأخطار الخطأ اللي متواجد، وتم إنقاذ 8 عمال، إصابات موجودة كانت الحمد لله نقلناهم بالسرعة الممكنة والإصابات متنوعة. كذلك كان فجر يوم الاثنين في ساعة يعني فجر هم انهيار طابق رابع في مول قيد الإنشاء في الأنبار في حي المعلمين في الرمادي، هم كان انهيار هذا المبنى على 2 من العمال، وتم هم هرعت فرق الدفاع المدني انقاذ واخراجهم من تحت الركام الحديد والقوالب الخشبيه. وهذه الحوادث تتكرر بشكل كبير وكثيرا سيادة المقدم. دعنا نرحب ايضا بضيفنا الكريم عبر سكايب السيد قاسم هادي الخبير العقاري. اهلا بكم سيد قاسم، ونود أن تحدثنا عن قضية المواصفات الهندسية التي تفتقدها العديد من البنايات. إذا لاحظ وكما أشار سيادة المقدم أن المباني اللي بيها مخاطر، المباني اللي تصير بها حوادث انهيارات، هي المباني الجديدة لا المباني القديمة، لكن من يحدد هاي المواصفات ويفحص توفرها في البنايات المشيدة حديثا سيد قاسم؟ اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وحيي ضيفكم وجميع مشاهديكم. هذه ظاهره الانهيار الابنيه في الاونه الاخيره ما زالت تتكرر بشكل يومي وباستمرار. هذا يعود بسبب وجود خلل في الاسس والمعايير التصميميه للمباني، مجموعه اسباب وعده اسباب هي تؤدي الى انهيار. هذا هو عالميا انه تحدث هذه المشاكل في البناء بسبب وجود خلل في الاسس، عدم الالتزام في رفع القالب في الفترات المحدده الى ان يصل الى درجه التصلب المطلوبه، عدم اعتماد المواد نتيجه اجتهادات، عدم وجود مهندس متخصص يشرف على العمل، عدم اعتماد المعايير الخاصة في تطبيق فقرات العمل، كثير من المشاكل تحدث. كان في تركيا مثلا في حدث زلزال
الأبنية التي أنجزها المقاول الوطني المخلص هي قاومت الزلزال، أما المباني الأخرى فأدت إلى انهيار كامل. في كل العالم إذا لم تطبق المعايير بصورة صحيحة وبدقة أكيد يحدث الانهيار وتحدث الأسباب وتحدث هذه الحوادث. طيب هذا نعم درجة إلى دور بازدياد حالة أو حوادث الانهيارات، انهيارات المباني. نعم، قلت لك أن هذه عملية انهيارات المباني وعدم حصول مباني إلى درجة جيدة من البناء والرصانة والأمان يعود هذا يكون على عهدة الجهات الرقابية، سواء تم تنفيذ المبنى لصالح القطاع الخاص من قبل المقاول أو للجهات الحكومية، يعود بالتالي إلى الجهات الرقابية التي تطلق إجازة البناء التي تشرف على البناء. هذه لها دور أساسي في متابعة الأبنية التي تنشئ. احنا الان يعني اكو خلل كبير في الرقابه وفي رقابه تطبيق فقرات العمل، رقابه العمل بصوره عامه، اطلاق الاجازه للبناء لهذا الامر، عدم اعتماد معايير دقيقه. عندنا القوانين العراقيه يعني رصينه انه ما تسمح للمقاول او اي واحد ينشئ مبنى بصوره غير امنه او خارج المعايير المطلوبه للعمل، ولكن للفساد دور كبير في هذا الأمر، فما جعل الحوادث تتكرر باستمرار. أعود لك سيادة المقدم، ذكرت بالدفاع المدني أكثر من 2500 بناية آيلة للسقوط، لكن شنو الإجراء بحقها، بحق هذه المباني؟ من المسؤول عن إزالتها أو التعامل معها؟ شكرا لضيفك. يعني أنا أريد أشيد بالملاحظات اللي أشاد بها لمسألة تطبيق إجراءات السلامة وإجراءات تنفيذ الكودات العراقية والقانون العراقي الخاص بإنشاء المباني. اليوم إحنا في بغداد والمحافظات، هذه المباني هنالك لجنة مشتركة تم يعني من قبل مجلس الوزراء، حددنا هذه المباني بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة الإسكان والتعمير وكذلك البلديات في كل المحافظات، أنه هي المسؤولة الأولى باعتبار احنا نحدد المباني. هناك اكو قسم المهندس المقيم، هم المسؤولين على هذه المباني إزالتها أو تحذير أو إخلاءها، لكن احنا باعتبار احنا نسجل هذه المباني ضمن الإجراءات اللي احنا اللجان الخاصة بمديرية الدفاع المدني بالكشوفات اللي تقوم بها نحدد هذه المباني، لكن المسؤول على إزالتها هم أمانة بغداد أو وزارة الإعمار والإسكان أو البلديات في كل المحافظات هي المعنية، وكذلك السادة المحافظين باعتبارهم هم. طيب خاطبتوا وزارة الإسكان والإعمار؟ أكو مخاطبات رسمية وعقد اجتماعات معهم وتحديد كل هذه المباني بإخلاء ساكنيها وكذلك تحذيرهم، وحتى إجراء أكو بعض المباني يتم إزالتها أو إجراء الصيانة عليها من خلال مثلا الاستشارات الهندسية. احنا اليوم احنا مكاتب الاستشارات الهندسية ضرورية جدا باعتبار انه انا اي مشروع يتم انشاء يجب اخذ رأي المكاتب الاستشارية، والحمد لله جامعة بغداد عندنا، جامعة تكنولوجية عندنا يعني مكاتب هندسية عالية الجودة من يحددوا لك كل الإجراءات اللي يجب تطبيقها في انشاء المبنى. مديرية الدفاع المدني يأخذ رأيها في مسألة إجراءات السلامة والدفاع المدني، عرض مخططات حسب قانون الدفاع المدني 44/2013 يأخذ رأي الدفاع المدني بعرض هذه المخططات بإنشاء أي مشروع، ضمن مديرية الدفاع تحدد الملاجئ، تحدد الإجراءات الخاصة بالدفاع المدني، لكن الإجراءات الهندسية المسؤول عليها الأول والأخير هم من طيب. الدوائر اللي هي معنية هي دائرة المهندس المقيم في أمانة بغداد أو في البلديات. طيب أعود لك سيد قاسم، منو مسؤول أستاذ قاسم عن منح هذه الإجازات وهذه الرخص لهذه المجمعات التجارية والسكنية؟ وده نشاهد يعني حملة إعمار كبيرة وبناء الكثير من المجمعات التجارية وكذلك المجمعات السكنية، والبعض منها يفتقر للمعايير الفنية والهندسية، من المسؤول؟
عزيزي، هذه الأبنية وهذه المشيدات بصورة عامة وحسب القوانين العراقية مثلا في بغداد تشرف أمانة بغداد بصورة مباشرة، سواء كانت الأبنية للقطاع الخاص أو القطاع العام. أما في باقي المحافظات فهي دوائر البلديات هي المشرفة بصورة مباشرة، هي من توافق على هذه التصاميم، توافق على تلاحظ جميع المخططات وتطابقها مع المعايير الخاصة للسلامة الأبنية وسلامة الأشخاص. في مشاريع الاستثمارية هيئة الاستثمار الوطنية وفروحها في المحافظات، هيئات الاستثمار في المحافظات هي لها دور مباشر في إصدار الإجازة الاستثمارية للمجمع السكني أو للمنشأ التجاري، يكون لها دور مباشر في الإشراف على التصاميم والأسس والخرائط وكل ما يتطلب من أعمال السلامة، وبنفس الوقت مرتبطة ببعض الدوائر ذات العلاقة مثل ما قلنا الدوائر البلدية أو دوائر أمانة بغداد، فكلها مجتمعة في مراقبة والحفاظ على الأسس الصحيحة والرصينة. طيب إذا هذه العديد من الجهات يعني المسؤولة عن هذا الموضوع سيد قاسم إذا تسمح لي، وأخذت ما أخذها وجعل طيب الأمور تصير باتجاه غير صحيح ولم تطبق تلك المعايير في الحفاظ. ليش ما طبقت يعني إذا كانت يعني هناك لجان وجهات عدة يعني مسؤولة عن هذا الموضوع والرقابة دا تطلع دا تسوي كشف دا تراقب عملية البناء؟ نعم هي أكيد تطلع وتكشف وتقدم تقاريرها للجهات المسؤولة عن هذا الأمر، ولكن أكو مشكلة يعني هي عدم يعني عدم الدقة، اللامبالاة، يعني الاستهتار بأرواح الناس، يعني عدم الاهتمام بالحفاظ على الثروة. هاي ثروة وطنية، إذا انهار مبنى، إذا صار خلل بمجمع سكني أو مشكلة، هذا خسارة كبيرة يعني مليارات الدولارات تصرف، يهدر وقت مشروع، يعني تسيء سمعة بلد. هاي كلها ما ياخذها بالحسابات، ويلجأ انه إدارة المهندس المقيم هي تبدأ تتساهل بهذه التفاصيل المطلوبة، وعدم لا تراعي الدقة والمعايير الدقيقة في هذا العمل، فبعدها يبدأ تسيب بالعمل وتفقد المباني الرصانة. طيب أكو سيطرة نوعية على مواد البناء المستخدمة ببناء هذه المباني الكبيرة؟ أكو إجراءات مثلا لفحص التربة قبل تشييد هذه المجمعات؟ لو هذا الموضوع مستثنى من الإجراءات؟ لا هذه الإجراءات فحص التربة، فحص المواد، كلها يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، ولكن الاجتهادات الشخصية طمعا في يعني توفير الأموال، يعني طمعا بالربح أكثر من ما هو مخطط ومحسوب، فيذهب المقاول أو المستثمر إلى اختصار الزمن واختصار الكلف، فهذا ما يعود سلبا على رصانة البناء. طيب أعود لك سيادة المقدم، يعني مديريتكم في الدفاع المدني قامت بحملة لحصر هذه الأبنية والدور الآيل للسقوط المخالفة للشروط السلامة والأمان. الهدم يعني هو يفترض أنه من اختصاص وزارة الإعمار والإسكان أو البلديات، لكن شنو سبب التأخر حتى الآن الجهات المسؤولة أو أمنة العاصمة أو البلديات بهدم هذه الأبنية المخالفة؟ شكرا لهذا السؤال مهم جدا، باعتبار أنه هذه المباني مشغولة من قبل ساكنين، وهذول الساكنين يحتاج إلى مثلا بديل إلى هذه المباني، لازم تتوفر لهم هذه المباني البديلة. هذا المسؤول عنها منه أمانة بغداد، وزارة البلديات أو الأسكان والتعمير، هم المسؤولين، وكذلك حتى السادة المحافظين في بغداد والمحافظات هم مسؤولين على هذه الإجراءات. إحنا اليوم إحنا نحدد المشكلة، لكن إزالة هذه المشكلة مو إحنا المعنيين بها، وإنما هنالك الجهات المختصة هم المعنيين بها، هم أمانة بغداد ووزارة الأسكان والتعمير، اللي هم وكذلك السادة المحافظين باعتبار أنهم هم يمتلكون الصلاحية التامة لإزالتها أو وضع البديل لشاغلي هذه المباني.
اليوم احنا هذه جدا مهمه اليوم، حتى مساله انشاء المباني. المفروض احنا قبل فتره كانت الزلازل في سوريا وفي تركيا، كثير من المباني، كثير من المناشدات تم استلامها من قبل مدير الدفاع المدني، حتى هذه المباني العاليه اللي هي المباني متعدده التطابق. طلبوا المواطنين شنو الاجراءات اللي احنا يجب ان تكون لنا امان. اليوم احنا هذه كثير من المباني يجب ان يؤخذ بالكودات العراقيه، يعني بالقوانين العراقيه، يطبقون وضع اجراءات السلامه في حال، يعني حتى من انا انشئ مبنى اخلي فد خاص بالزلازل، يعني اخلي دعائم تكون مقاومه للزلازل اذا حصلت مستقبل. اليوم احنا هاي اغلب المباني السكنيه واللي هي احنا فقط عندنا مشروع بس ما اللي هو ضمن المواصفات العالميه المعتمده، واللي هو اللي ما اتاثر به حتى الهزات الارتداديه. كثير من المباني موجوده لا تمتلك هذه المواصفات العاليه. طيب في حال لا سمح الله يعني تعرضنا الى زلزال، مو مثل ما تركيا وسوريا اقل يعني، ولكنه فوق الخمس درجات على المقياس، شنو اللي تتوقع؟ احنا متوقعين هذا الشيء، يعني مدير الدفاع متوقع انه يكون بعض الانهيارات اللي هي المباني اللي هي مو ضمن المواصفات، اللي هي يعني مواصفاتها تكون ما توجد مقاومه للهزات الارضيه. كثير من المباني يعني مو يعني كثير في بغداد وفي المحافظات، يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار هذه المواصفات في انشاء اي مبنى، خاصة المنشآت السكنية، واللي احنا اليوم نشوف بغداد مثل ما تفضلت كثير يعني مشاريع سكنية هائلة. هل هي هذه المباني ضمن المواصفات؟ احنا يعني هذا الشيء هيئة الاستثمار هي المسؤولة الأولى والأخيرة على هذا الشيء. احنا نعطي يعني الموافقاتنا فقط ضمن إجراءات الدفاع المدني وإجراءات السلامة، لكن طيب. المسؤول الأول والأخير هم هيئة الاستثمار، المكاتب الاستشارية هم المعنيين بهذا الشيء. سؤال أخير لكم سيد قاسم، منو يتحمل خسارة الأرواح في الأبنية التي انهارت والأبنية الآيلة للانهيار؟ المقاول، مالك العقار، وزارة الإسكان والإعمار، أم البلديات؟ هم الجميع شركاء في هذه المسؤولية، ولكن تقع المسؤولية الأولى على الجهات الرقابية المسؤولة على منح الإجازة، والجهات المسؤولة على متابعة ومراقبة العمل مثل دائرة المهندس المقيم. دائرة المهندس المقيم أي دائرة تابع، هو طبعا يتحمل المسؤولية كاملة لأن هو المشرف بالنهائي وبالأخير، وهو من يقوم بعملية التسليم الأخير. عملية هذه الإهمال هي ليس على المباني فقط، على الطرق العامة أرواح نفقد يومية، الجسور اللي أنشأت بالأخير هي يومية جاي تعاد صيانتها نتيجة عدم وجود تصاميم هندسية دقيقة أو عدم الإخلاص في إنجازها بدقة من قبل الجهات المختصة. واجهات يعني مواجهات المحافظات خاصة بغداد يعني كواجهتها الحضارية متعبة جدا، يعني راح تشوف بالساحات العامة بالأماكن العامة أبنية واجهاتها متعبة متهالكة، يعني ماكو جهة رقابية أو الجهات المسؤولة أو مثلا أمانة بغداد تبلغ أصحاب القطاع الخاص أصحاب البنايات يابا هاي لازم صيانة دورية، لأن هاي صايرة على واجهة مدينة وهذه إطلالتها مباشرة على الشوارع الرئيسية. هذا كل الأمر ما يجرى والإهمال مستمر، وإحنا نبقى نشك وما نعرف إنه الحل كيف راح يكون، ولكن المسؤول المباشر هي أي جهة في قطاعها أو اختصاصها. دائرة مهندس مقيم موجودة هي هو يشرف على العمل، وهو بالنهاية يقوم بإصدار التقرير النهائي للعمل وإعطائه للجهة المشرفة. الشكر جزيل لكم الخبير العقاري السيد قاسم هادي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك والشكر لكم. إعلام مديرية الدفاع المدني سيادة المقدم حسام المولى، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد، شكرا لكم سيادة المقدم، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.